أنا ليلى، قالتها بالفم الملآن لتعطي المرأة حقها من الإبداع الشعري ومن إثبات الوجود في عالم الأدب. إنها سيدة شاعرات المهجر التي أتحفتنا بالكتب والقصائد والمقالات العديدة. إنها الشاعرة سوزان عون، وستسلمها الجائزة الفنانة من جبران. خير جميعا، اسمحوا لي اشكر الاستاذ شربل ببعيني شاعرنا الكبير على اهتمامه، يعني ما بيخلي شيء يفوته ابدا، مهتم بالجميع، الاب الحنان على الكل، ما بينسى حدا. شكرا لك استاذ شربل، واسمحوا لي هني كل الفائزين الليله ودائما، لانه حقيقه جايزه بتشرف. جائزة شربل بعيني العام 2019. عزيزتي الشاعرة سوزان عون المحترم، باسم الغائب الحاضر الدكتور عصام حداد مؤسس الجائزة، وباسم معهد الأبجدية في مدينة جبيل اللبنانية التاريخية، وباسم مؤسسة الغربة الإعلامية في أستراليا، يشرفنا أن نمنحك جائزة شربل بعيني العام 2019 تقديراً لك على نشاطاتك الأدبية والإعلامية. سامي حداد، معهد الأبجدية، جبيل 2019. يعرف يعملك انت كلكن صوب ممدوح، تطلعوا صوب ممدوح وبتركونا. والله كلمة صغيرة بس باسم الشعراء اذا بيسمحوا لي. طبعا اكيد. اسعد الله اوقاتكم ايها الاحبة، ومبارك لكل المكرمين هذه الليلة. لا ادري ان كان للشاعر رسالة أبلغ من كونه يحافظ على لغة أمه وأمته وثقافتها عبر قصائده المتنوعة خلال حياته. فالذي يكتب شيئاً شيقاً مميزاً مختلفاً عمن سبقه، لا شك هو حامل للواء فريد لا يشبه أحداً، اسمه الإبداع. يمتع الناس بأفكاره وبومضاته الخلاقة، يلقي الضوء على وجع الناس فيكون لسانهم الناطق، يكسر قيد أيديهم المكبلة. دور الشاعر كالفنان كدور أي مواطن شريف يعيش في بلده أو في دول الاغتراب، هو دور كبير حساس. تراه يهتم بقيم حضارته وحرية وطنه وراحة شعبه وسعادتهم. دوره كالشمس التي تنير وتشرق لتكشف أي فساد، ويسلط الضوء من خلال قصائده على المنابر أو في مقالات مكتوبة، يخاطبنا بالحقائق أو المفاهيم والأصول إن غابت. ولا يكون ذلك إلا بإلمامه بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وإلا لا يكون مثقفاً أبداً، بل مردداً لكلمات حفظها أو ساكتاً على ظلم السلطان وجوره. ولولا كلمة المثقف المسموعة والمرئية والمقروءة والخوف منهم واحترامها من كلمة من عامة الناس، لما سمعنا بظلم السياسيين، ولا عرفنا ببطشهم، ولا بالشعوب المقهورة المسلوبة حقوقهم. وأزيد فأقول، كلمة المثقف لا زالت ولله الحمد مسموعة ومحل احترام حتى في أيامنا هذه، وهذا من طبيعة الشعب العربي الذي لا زال يستأنس بالشعر وبالشعراء وبالمثقفين.
ويراهم شعلا من المحبة تطفئ نار الخائنين وأيادي خير وغيث لرفع مستوى وعي الأمم، فيساندهم بحبه وإبداء الاحترام والتقدير لكل أطياف المجتمع. في الختام أود أن أشكر مؤسس معهد الأبجدية وخاصة الراحل الدكتور عصام حداد، وأشكر شاعرنا الحبيب المبدع الناشط ثقافيا واجتماعيا ومحبة في قلوب الناس، مش بس لكل الناس، الأستاذ شرب المعيني. وأشكر كل من أسس وحضر وسعى لإنجاح هذا الحفل العامر بالفرح والمورق بالمحبة والمودة والموشى بأجيج حضوركم النادر، راجية أن تجمعنا لقاءات واحتفالات أخرى. دمتم أيها المبدعون، ألف مبارك للجميع.